ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فوزارة الأوقاف هتطلق القافلة الدعوية لقيادات وعلماء الوزارة ليتحدثوا جميعاً بصوت واحد حول موضوع فضائل العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي ضمن الدور الدعوي والتثقيفي اللي بتقوم به خاصة في شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية. النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة بعنوان فضائل العشر الأواخر من رمضان، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معاً الأولى والثانية ما بين 10 دقائق و15 دقيقة كحد أقصى للخطبتين. النهاردة هيحيي الفنان مؤمن خليل فعاليات الليلة 12 من برنامج هل هلالك في نسخته الثامنة في 8:30 مساءً على مسرح ساحة الهناجر للفنون اللي بينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي. وبيجدوا الفنان مؤمن خليل بباقة من أشهر أغاني زمن الفن الجميل اللي تغنى بها كبار نجوم الطرب إلى جانب عدد من أغانيه الخاصة.